أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى يوم جديد من أخبار الصباح. صباح الخير يا أسامة. صباح الخير يا حنين، وصباح الخير على مشاهدي العربية في كل مكان حول العالم. حال العالم هذا الصباح، البداية كالمعتاد مع العناوين. وسط تدريبات للجيش والحرس الثوري غرب إيران، رد طهران قد يتأخر لما بعد رد حزب الله، وإسرائيل تحذر الحزب من استهداف تل أبيب. بايدن خائف على سلمية انتقال السلطة إذا خسر ترامب، والأخير يتوعد بفتح هارس خلال المناظرة ويسخر من اختيارها لوالز نائبا. إيلون ماسك حاضرا في احتجاجات بريطانيا عبر إكس، ونواب حزب العمال يعتزمون استدعائه للاستجواب أمام البرلمان بتهمة التحريض. رغم تأكيدات السلطات على صلاحيتها، تقارير تلوث نهر السن تعكر صفو الأولمبياد وتنشر الشائعات بين الصفحين. البداية مشاهدينا من محاولات القراءة، إلى أين وكيف سيكون رد إيران وحزب الله على إسرائيل؟ آخرها ما كشفه مسؤولون إسرائيليون لموقع أكسيس بأن رد حزب الله قد يشمل استهداف مقر الجيش وسط تل أبيب، وسط تل أبيب ومقر الموساد وقواعد استخباراتية كبيرة، مضيفا أن هذه القواعد تقع قرب أحياء مدنية. مسؤولان إسرائيليان كشفا كذلك لموقع أكسيوس أن تل أبيب أبلغت واشنطن أن ردها على أي هجوم محتمل لحزب الله على المدنيين سيكون غير متكافئ. هذه المعلومات تزامنت مع معلومات استخباراتية كشفتها شبكة CNN عن أن حزب الله يتحرك بشكل أسرع من إيران فيما يتعلق بالهجوم على إسرائيل، مضيفة أنه قد يضرب إسرائيل خلال الأيام المقبلة بشكل مستقل عن طهران. أما إيران يبدو أنها لم تجري كل الاستعدادات التي تتوقعها واشنطن بشأن هجوم محتمل على إسرائيل بحسب CNN، لكن على الأرض انطلقت التدريبات المشتركة للجيش الإيراني والحرس الثوري في المناطق الغربية والوسطى بحسب ما أفاد مصدر لموقع إيران بالعربية. المصدر أوضح أيضا أنه من المحتمل أن يتم اختبار صواريخ جوجو بعيدة المدى في التدريبات التي بدأت في 4:30 فجرا وتستمر حتى 7:30 صباحا. وقبلها وكالة أنباء إرنا الإيرانية قالت إن إيران أو طهران حدثت أنظمة الدفاع الجوي على الحدود الشرقية للبلاد. إذن وبرادارات جديدة وصواريخ اعتراضية، ذلك خلال حفل حاضره القائد العام لقوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني وسط تصعيد التوتر مع إسرائيل. أما في إطار الجهود الدولية لتهدئة التصعيد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعاهم إلى تجنب دوامة أعمال انتقامية مع التصاعد طبعا التوترات ما بين طهران وتل أبيب. ماكرون قال إنه يتعين على طهران أن تتعهد بمطالبة الأطراف المزعزعة للاستقرار الذين تدعمهم بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب اندلاع حرب، داعيا كذلك نتنياهو للتبع نفس المنطق. هذا من جانب الجهود الفرنسية. أما البريطانية فقد حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي من أن أي تصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد، ودعا إلى وقف التصعيد بشكل فوري. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني بالإنابة علي باقري كني. أبلغ لامي خلاله أن أي اعتداء إيراني ستكون له عواقب مدمرة على حد تعبيره.
أما في إيران فالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن بلاده تحتفظ بحقها في الرد المناسب على إسرائيل. أضاف أيضا أن إيران لن تسكت على الاعتداء عن مصالحها وأمنها وأنها ستتحرك وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية. بيزشكيان قال أيضا إنه على الدول الغربية التوقف عن دعم إسرائيل إذا أرادت منع انتشار الحرب والفوضى بالمنطقة. وبينما تتحضر إسرائيل لرد مرتقب من إيران أو من وكلائها في المنطقة، باتت طريقة احتماء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأسرته محل جدل في البلاد. فوفقاً لموقع والا الإخباري الإسرائيلي، يخطط نتنياهو وعائلته لدخول مخبأ كبار القادة في جبال القدس تحسباً لأي هجوم إيراني. الملجأ مخصص لاستخدام كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، كما يعتبر كذلك موقعاً لإدارة البلاد في حالات الطوارئ. الموقع قال إن سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي وابنه كذلك يائير نتنياهو يفكران في إمكانية البقاء هناك إذا بدأ الهجوم. كانت بالأساس يا أسامة الصحافة قد تحدثت خلال الأسبوع الماضي وخلال هذا الأسبوع بإحضار نتنياهو لابنه من الولايات المتحدة خوفا عليه من محاولة اغتيال هناك، وأحضره إلى تل أبيب في إطار هذه الاستعدادات والإجراءات الاحترازية. على ذكر الملاجئ، كذلك الصحافة الإسرائيلية يعني قامت بحصر عدد الملاجئ الموجودة في إسرائيل. قال بأن الملاجئ الموجودة تكفي 65% من الشعب الإسرائيلي، وبالتالي لا تكفي كامل الشعب الإسرائيلي، وبالتالي يبدو أنه هذه معضلة أخرى ستظهر خلال الأيام الماضية المقبلة طبعا في حال اندلاع حرب لا قدر الله. على صعيد التصريحات العربية، قالت الخارجية السعودية خلال اجتماع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إن اغتيال إسماعيل هنية في طهران يعد انتهاكا صارخا لسيادة إيران. أضاف وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي أن السعودية ترفض أي اعتداء على سيادة الدول أو تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. أما على صعيد صفقة التهدئة بين إسرائيل وحماس، ثلاثة مصادر فلسطينية من بينها مسؤول في حماس قالوا إن القيادي في الحركة خليل الحية سيواصل قيادة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة بتوجيه من زعيم الحركة المعين حديثا يحيى السنوار. فيما قال مصدر آخر إن الحية كان يحظى بثقة الهنية وكذلك السنوار، وأنه سيستمر في قيادة المفاوضات غير المباشرة كونه وجه حماس الدبلوماسي. كما أضاف المصدر أنه من المتوقع أن يلعب الحية وزاهر جبارين الذي يقود حماس في الضفة الغربية دورا أكبر في المستقبل لعلاقاتهما القوية مع إيران ومع حزب الله كذلك. وتستمر الولايات المتحدة برسم صورة متفائلة حول هذه الصفقة أو اتفاق التهدئة، فقد أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل وحركة حماس ما زالتا قريبتين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار رغم التوتر الحالي في المنطقة. وفي الأثناء دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في تصريحات لمديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة رغم وصفه له بالإرهابي وأن يديه ملطختان بالدماء. الأمال التي تحدثت عنها وأطلقها البيت الأبيض يبدو أنه يعني هدمتها تصريحات بالأمس لهيئة البث الإسرائيلية أو تصريحات نقلتها عن مسؤولين إسرائيليين بأن المفاوضات متوقفة بشكل أو بآخر، وربطتها بانتهاء حالة التوترات في المنطقة في الوقت الحالي. يعكس ذلك كذلك عودة الوفد المفاوض الإسرائيلي من القاهرة قبل أيام، رغم أنه لم يجلس في القاهرة لأكثر من ربما 5-6 ساعات، ثم على إثر خلاف مع نتنياهو عاد هذا الوفد إلى تل أبيب مجددا. في كل الأحوال كذلك هناك تصريحات أخرى مكررة أيضا من هيئة من الجيش الإسرائيلي، هذه المرة من رئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي هرتزي هليفي الذي تعهد بملاحقة يحيى السنوار والقضاء عليه حتى بعد تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا لإسماعيل هنية.
حصل يحيى السنوار على لقب جديد البارحة، وهو الآن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. هذا اللقب السياسي لن يعفيه من كونه قاتلاً مرتبطاً بكل التخطيط والتنفيذ لما حدث في 7 أكتوبر. لذلك فإن تغيير لقبه لا يمنعنا من ملاحقته فحسب، بل يحفزنا، وسنبذل الجهد للعثور عليه واستهدافه. وعلى إثر الضجة الكبيرة التي أثارها المقطع المسرب من سجن سدي تيمان والذي نشرته قناة 12 الإسرائيلية بالأمس، عبر البيت الأبيض عن قلقه الشديد من التقارير الواردة عن اغتصاب وتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت في تصريحات لمديرة مكتب العربية في واشنطن إنه من الضروري أن يسود حكم القانون والإجراءات القانونية الواجبة. أيضا كذلك فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أدانوا تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي قال فيها إنه من الأخلاقي والمبرر تجويع ملياني شخص من سكان غزة من أجل إطلاق سراح المحتجزين في القطاع. فرنسا مثلا قالت إنها منزعجة من هذه التصريحات ووصفتها بالفاضحة. أما بريطانيا والاتحاد الأوروبي فقالوا إن التجويع المتعمد للمدنيين يعد جريمة حرب. أما ميدانيا فقد قتل 13 شخصا في قصف إسرائيلي طال عددا من المناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. القصف الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في بلدتي عبسان الكبيرة وبن سهيلة بجانب منطقة أرميضة. وفي الأثناء ولليوم 27 على التوالي لا تزال محطات تحلية المياه في محافظتي غزة والشمال خارجة عن الخدمة لعدم توفر الوقود. كذلك أيضا لا تزال مستشفيات محافظتي غزة والشمال تعاني من نقص في الوقود وكذلك أيضا في المستلزمات الطبية. أيضا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعلن إرسال أكثر من 1,000,000 جرعة لقاح ضد شلل الأطفال إلى قطاع غزة على أن يتم توزيع هذه اللقاحات في غضون الأسابيع المقبلة. هذا طبعا بعد اكتشاف حالات عدة للمرض في القطاع. سترسل منظمة الصحة العالمية أكثر من 1,000,000 لقاح ضد شلل الأطفال إلى قطاع غزة والتي سيتم توزيعها في غضون الأسابيع المقبلة. إن اكتشاف شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة هو علامة واضحة على أن الفيروس ينتشر في المجتمع، مما يعرض الأطفال غير المطعمين للخطر. أخبار الصباح مستمرة معكم ولدينا فيها بعد هذا الفاصل. بعد تعيينه نائبا لكامال هاريس منشورات وفكاهات لتيم وولز على وسائل التواصل الاجتماعي. ماسك يؤسس مدرسة جديدة منهاجها يتعلق بالروبوتات والنووي وهزيمة الذكاء الاصطناعي. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى الولايات المتحدة، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة CBS إنه ليس واثقا من الانتقال السلمي للسلطة في حال خسر المرشح الجمهوري دونالد ترامب أمام نائبته والمرشح الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. وكانت العاصمة الأمريكية قد شهدت أعمال عنف من قبل مناصري ترامب عقب خسارته الانتخابات الماضية عام 2021 حين اقتحموا مبنى الكونغرس لإيقاف جلسة تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة، إشارة على 6 يناير جديد من بايدن. نتابع. لست واثقا من حصول انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترامب الانتخابات، إنه يعني ما يقوله ولكننا لا نأخذه على محمل الجد. وقد سبق أن قال إنه سيكون هناك حمام دم وإنه يجب أن تكون الانتخابات مسروقة. لا يمكنك أن تحب بلدك فقط عندما تفوز.
أيضا جمعت الحملة الرئاسية للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 36 مليون دولار خلال 24 ساعة فقط، هذا طبعا بعد إعلانها عن اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم وولز نائبا لها. حملة كامالا هاريس أكدت أنها جمعت 310 ملايين دولار منذ يوليو الماضي، وهو أكثر من ضعف المبلغ الذي أعلن عنه المرشح الجمهوري دونالد ترامب مؤخرا. هذا يأتي يعني ربما الآن تقارب على 350 مليون دولار تبرعات قياسية لهاريس، وكأنما يعني الحزب الديمقراطي والديمقراطيون تنفسوا الصعداء بترشح هاريس واختيارها، لأنه غالبا يبدو أنه كان هناك حالة غضب من استمرار الحزب الديمقراطي في ترشيح بايدن، وامتنع الكثير من يعني الذين يقدمون التبرعات، رجال الأعمال الكبار وما إلى ذلك. لكن حتى تصريحات كامالا هاريس يعني لا أعلم كيف يتعاطى معها رجال الأعمال، كانت تتحدث عن فرض المزيد من الضرائب على العقارات وفرض ويعني كثير من هذه الأمور، لا أعلم يعني كيف يعني ينظر رجال الأعمال لهذه النقطة بالفعل تحديد. بالفعل يا أسامة هي ملامة حتى الآن، أو هي تتعرض للانتقادات لأنها لم تطرح صورة واضحة لأي برنامج لها ولا حتى يعني خطوط عريضة لها، ولكن يرتقب كيف سيكون المؤتمر للحزب الديمقراطي كي يسمع الناس ويعرفون ما هي خطة كامالا هاريس التي بالفعل لا أحد يعلم سوى انتقادات ترامب لها بما يتعلق بالحدود، بالمهاجرين وبالحدود وكذلك بمسألة الإجهاض، ويعني أمور بغالبيتها تهم المواطن الأمريكي من الداخل الذي بات الطرفان يشنانه. إذن أمام تجمع انتخابي في ويسكونسن شنت هاريس هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب. ذكرت الحشود بخطاب ترامب الذي عبر فيه عن رغبته في أن يصبح دكتاتورا إذا أعيد انتخابه. دونالد ترامب صرح علنا بأنه سيكون دكتاتورا من اليوم الأول إذا أعيد انتخابه، وأنه سيستخدم وزارة العدل كسلاح ضد أعدائه السياسيين، وسوف يعتقل المتظاهرين السلميين ويطردهم من بلادنا، حتى أنه قال إنه سينهي العمل بالدستور الأمريكي. لذا دعوني أكون واضحة، من يدعو لإنهاء العمل بالدستور ليس جديراً بأن يكون رئيساً للولايات المتحدة. أما المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي تيم وولز، فواصل هو الآخر هجومه الحاد على ترامب وأيضاً على نائبه جادي فانس، كرر وصفهما بأنهما مخيفين وغريبي الأطوار. أريد أن أخبركم بما ألاحظه عندما أرى دونالد ترامب وجادي فانس، إنه أمر واضح، إنهما مخيفان وغريب الأطوار للغاية. سلوكهما ليس طبيعيا، فلا أحد يقول مثل هذه الأشياء المجنونة. هذه لعبة البينج بونج التي لا تنتهي. إذن ترامب كان قد شن هجوما شرسا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، سخر من قدراتها وذكائها في أكثر من مرة، وشدد في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز على أن المناظرة الموعودة مع منافسته في الرابع من سبتمبر المقبل ستكون مهمة جدا. اعتبر ترامب أن المناظرة ستفضح هاريس تماما، كما فضحت الرئيس الحالي جو بايدن على حد وصفه، في إشارة إلى المناظرة التي دفعت نتائجها الكارثية بايدن للعزوف عن الترشح ودعم نائبته لخوض السباق. كذلك أيضا بطريقة ساخرة عبر المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عن سعادته لاختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم وولز ليكون نائبا لمنافسته كامالا هاريس. ترامب وصف الاختيار بالصادم قائلا أنه لم يعتقد قط أن هاريس ستختار وولز لهذا المنصب، كما أشار أيضا بسخرية إلى أن تيم وولز نسخة أكثر ذكاء من هاريس التي وصفها ترامب كثيرا في السابق بأن لديها معدل ذكاء منخفض. وأين يصب كل هذا؟ في طبع وسائل التواصل الاجتماعي التي امتلأت بالصور المصحوبة بتعليقات فكاهية أو ما يعرف بالميمز لتيم وولز المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأمريكي. أشاد مستخدمو الإنترنت بشخصية وولز اللطيفة والعفوية التي تظهر من خلال منشوراته، كما وصفه البعض بوالد الجميع، وأعادوا نشر الصورة التي يشاركها لأولاده وكذلك للحيوانات الأليفة.
من الانتخابات الأمريكية إلى الحرب الأوكرانية، البيت الأبيض قال إنه يجري محادثات مع أوكرانيا لمعرفة المزيد عن أهداف عن توغل القوات الأوكرانية تحديدا في مقاطعة كورسك الروسية. أوكرانيا، سنتواصل مع الجيش الأوكراني لمعرفة المزيد عن أهدافهم. نحن نريد أن نعرف التفاصيل حول عملياتهم العسكرية. في المقابل اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النظام الأوكراني أو اتهم كييف بتعمدها لاستهداف المدنيين في منطقة كورسك الحدودية. يتعين علينا أن نبدأ بالأحداث الجارية في منطقة كورسك، وكما تعلمون فقد أقدم نظام كييف على استفزاز واسع النطاق، فهو يطلق النار عشوائيا من مختلف أنواع الأسلحة بما في ذلك الصواريخ على المباني المدنية والمنازل السكنية وسيارات الإسعاف. أيضا قال رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غراسيموف إن عناصر من الجيش الأوكراني شنت هجوما للاستيلاء على جزء من منطقة كورسك الحدودية. أيها الرفيق القائد الأعلى، في فجر يوم أمس شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية التي يصل عددها إلى 1000 شخص هجوما بهدف الاستيلاء على جزء من الأراضي الروسية في ساتزينسكي في منطقة كورسك. وفي الأثناء قال القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك أليكسي سميرنوف، قال إنه تم إجلاء آلاف الأشخاص من كورسك الحدودية بسبب القصف الأوكراني. تم إجلاء أكثر من 200 شخص من منطقة القتال بالحافلات ووسائل النقل المختلفة من المناطق التي تعرضت للقصف، وعلى مدار اليوم الماضي وبمساعدتنا غادر آلاف الأشخاص منطقة القصف بوسائل نقل شخصية. من أوكرانيا إلى بريطانيا التي خرج فيها آلاف المتظاهرين المناهضين للعنصرية إلى الشوارع في العديد من المدن الإنجليزية بهدف طبعا الاحتجاج على أيام من العنف اليمينية التي جعلت الشرطة البريطانية في حالة تأهب قصوى، اندلعت خلالها كذلك أعمال شغب ليلية وتم خلالها مهاجمة مساجد وأهداف للمهاجرين في أنحاء البلدات والمدن في إنجلترا وأيرلندا الشمالية منذ مقتل 3 أطفال في 29 يوليو الماضي. قبل العاصفة في شوارع بيرمنغهام شمال إنجلترا وترقب لما وصفت بأكبر احتجاجات في بريطانيا، أصحاب المحال في هذه المدينة أخذوا احتياطاتهم وأغلقوا النوافذ بألواح خشبية، فيما تأهبت الشرطة تحسباً لأعمال شغب متوقعة من جماعات أقصى اليمين. فلم تمضي بضعة أيام منذ اشتعال المدينة بأعمال شغب وصفت بالأسوأ منذ عقود، الناس تشعر بالإحباط والبعض يخشى الأسوأ لعائلته. لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه ضد بعض الأمور المحددة. إذا أحسست بالخطر من اللاجئين فهناك طريقة أخرى لتجنب الجانب العنيف والعنصري. يجب أن يشعروا بنفس الشيء ويفكروا بنفس الطريقة. ربما لا أشعر أنني في خطر، ولكن من جانب آخر أشعر أنني في خطر، لأنك لا تعرف من هو من في الأساس. بصراحة لا نشعر بالأمان، لدي طفل صغير وكما قال زوجي نعيش هنا ومرتين الآن قبل الخروج، ربما لأنني أبدو كردية أشعر بالخوف. نعم،
لكن رغم الزخم الذي اكتسبه أقصى اليمين خلال الأسبوع الماضي، جاءت التجمعات خلافاً لكل التوقعات. المظاهرات المضادة للعنصرية تفوق تلك المناهضة للمهاجرين والمسلمين. مدينة برمنغهام الواقعة شمال إنجلترا تعتبر من المدن الحاضنة لأكبر المجتمعات المسلمة في بريطانيا. تجمعوا هنا استباقاً لمظاهرات متوقعة من أقصى اليمين في هذه المدينة ومئة موقع آخر عبر أنحاء مختلفة من بريطانيا. تأهب أمني وحضور كبير للشرطة لحماية هذه المظاهرة المضادة لمؤيدي أقصى اليمين الذين لم يظهروا في هذه المنطقة على الأقل حتى الآن. امتلأت شوارع إنجلترا بحشود كبيرة من تظاهرات مضادة لأقصى اليمين. تحضيراً لليلة كان من المقرر أن تشهد أكثر من 100 مظاهرة لأقصى اليمين، لم تظهر أبداً. من برمنغهام، عروب عبد الحق، العربية. رغم أن المشهد يعني تسيطر عليه هذه الاحتجاجات وهذه الأعمال من العنف، لكن هناك استطلاع للرأي نشر بالأمس لمؤسسة يوغوف قالت إن 3/4 المشاركين لا يؤيدون هذه الاحتجاجات، لا يؤيدون أقصى اليمين بهذه المطالبات، وأن فقط 7% يؤيدون العنف في هذه الاحتجاجات، وهذا يظهر فارق كبير بما تعكسه صورة الشارع والآراء الحقيقية في بريطانيا. الأستاذ عادل درويش، وهو يعني واحد من أهم الصحفيين، أقدم محرر برلماني في وستمنستر ويعني كاتب صحفي مرموق، كان كتب مقال قبل يومين عن هذه الاحتجاجات، قال بأنه مسألة حصر هذه الاحتجاجات في أنها ضد المسلمين أو ضد المهاجرين فقط هي مسألة خاطئة للغاية، لأن هناك كذلك مطالب أخرى. وطبعا انتقد تأخر رد الحكومة في توضيح بعض الأخبار التي كان لها علاقة بالشائعات وما إلى ذلك، وأن هذا فاقم من الأزمة، لكن كذلك ربما هذه الاحتجاجات لها أبعاد أخرى متعلقة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا على مدى كذلك سنوات. بكل تأكيد يا أسامة، لا شك كذلك هي تكشف عن ثغرة كبيرة في الأمن البريطاني، بأن لندن كانت بعيدة، يعني طالما أن الاحتجاجات لم تكن في لندن، كل ما هو خارج لندن فقد تم فقدان السيطرة عليه، ولذلك لما جاءت الاستعدادات الآن وجاءت الإجراءات جاءت بقوة وبقسوة، بزيادة مثلا في السجون، كل سجن في بريطانيا زيادة السعة ل 600 مسجون إضافي في كل سجن. يبدو أن هناك تحضيرات واسعة لاعتقالات أكبر وأوسع في الأيام المقبلة، ولكن بكل حال يبدو أن هذه يعني الاحتجاجات لا تزال السيطرة عليها تشكل تحديا لحكومة كير ستارمر. وخلال أيام الاحتجاجات التي استنفرت فيها بريطانيا، لا تزال على المستويين الأمني والشعبي كان اسم من؟ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حاضرا. غريب أسامة، ربما تشرح لنا لانا حسين الإجابة والأسباب. تفضلي لانا. صباح الخير حنين وأسامة. صباح الخير يا لانا. اعتقالات بالعشرات وأعمال شغب وعنف خلال تظاهرات احتجاجية لأقصى اليمين قابلتها مظاهرات للمناهضين العنصريين للعنصرية منذ أكثر من أسبوع في بريطانيا. اتسعت رقعة الاحتجاجات على امتداد بريطانيا وأدت إلى إصابات بين صفوف الشرطة والأمن واستهدفت الجاليات العربية. هذا مختصر القصة، لكن ما علاقة ما يحدث مع إيلون ماسك ومنصة إكس؟ للإجابة على هذا السؤال دعونا نعود إلى حساب ماسك على إكس ومراجعة تغريداته خلال الفترة الماضية. فماسك عمد على مشاركة تغريدات مغلوطة قامت مشاعر المناهضين ضده، فإضافة إلى منشوراته التي وصفت بالتحريضية. فهذه المشاهد، لنشاهد هذه المشاهد. مشاهد من التظاهرات أعيد نشرها على منصة إكس، وتفاعل معها ماسك وعلق بأن الحرب الأهلية آتية لا مفر. إضافة إلى أيام أمضاها ماسك في جدال مع سياسيين بريطانيين وخاض في حرب كلامية مع رئيس الوزراء كير ستارمر بشأن تعامل المملكة المتحدة معهم.
وعلى خلفية دور منصة إكس والتعليقات التحريضية لماسك، وفق بوليتيكو نواب بريطانيون اعتزموا استدعاء ماسك للاستجواب أمام البرلمان. فعضوتا البرلمان عن حزب العمال قالوا للصحيفة بأنهم سيضغطوا على ماسك وغيره من التنفيذيين في مجال التكنولوجيا للإجابة على الأسئلة المتعلقة بدور منصات التواصل في ظل الاضطرابات المتزايدة وطريقة عمل خوارزميات المنصات في تعزيز وتضخيم المعلومات المضللة. عودة لكما حنين وسامة. شكرا لك يا لانا. لا نزال كذلك مع أخبار إيلون ماسك، لكن هذه المرة مع مدرسة جديدة أسسها إيلون ماسك في ولاية تكساس الأمريكية. المدرسة ستقبل 48 طالب فقط، أما المناهج الدراسية فلن تتضمن دراسة اللغات أو الموسيقى أو الرياضة، بل سيعمل الطلاب في مشاريع معقدة مثل بناء الروبوتات المحاربة ومناقشة السياسات النووية وحتى التخطيط لكيفية هزيمة الذكاء الاصطناعي الشرير بحسب ماسك. إذن على صعيد كذلك، تسلا استدعت شركة السيارات الكهربائية أكثر من 1,600,000 سيارة موجودة في الصين لإصلاح خلل فني من خلال تحديث برنامج التحذير عن بعد، وفق ما أعلنت الإدارة الحكومية لتنظيم السوق في الصين. جاء في إشعار الاستدعاء أن غطاء صندوق السيارات أو السيارة المعطل قد ينفتح أثناء القيادة، ما يعيق رؤية السائق، مؤكدة بأن كل السيارات التي بها عيوب في الصندوق الأمامي سيتم إصلاحها مجاناً. في بريطانيا رفضت المحكمة العليا طلب استئناف قرار سحب الجنسية البريطانية من شميمة بيغم المعروفة باسم عروس داعش. وغادرت شميمة بيغم بريطانيا عام 2015 حينما كان عمرها 15 عاما، وتزوجت من عنصر في تنظيم داعش بسوريا، وبعدها عثرت عليها أسرتها في مخيم الهول، وفي عام 2019 سحبت المحكمة البريطانية الجنسية منها، فيما قدمت شميمة طلبا باستئناف القرار وهو ما رفضته المحكمة العليا. أخبار الصباح مستمرة معكم وتتابعون فيها بعد قليل. إلغاء حفلات تايلور سويفت في فيينا بعد الكشف عن مخطط لهجوم إرهابي. بعد حظر إنستغرام غضب في تركيا بسبب القيود وزيادة الضرائب على التسوق الإلكتروني. أهلا بكم من جديد. دعا محمد يونس المكلف بترأس حكومة انتقالية في بنغلاديش إلى الهدوء، ودعا المواطنين إلى اغتنام الفرصة لبناء أمة أفضل والامتناع عن جميع أنواع العنف. كان قائد الجيش في بنغلاديش قال أن الحكومة حكومة مؤقتة برئاسة محمد يونس حائز جائزة نوبل ستؤدي اليمين مساء اليوم. طبعا سيتولى محمد يونس تولي تسيير حكومة تصريف الأعمال فور عودته من باريس، بعد طبعا فرار رئيسة الوزراء الشيخ حسينة إلى الهند عقب الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد. في تونس قالت الرئاسة التونسية في بيان أن الرئيس قيس سعيد أقال رئيس الوزراء أحمد الحشاني وقرر تكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري برئاسة الحكومة. أما في ليبيا فقد بحث القائد العام للجيش خليفة حفتر مع رئيس الاستخبارات العامة المصرية عباس كامل التطورات السياسية للأزمة الليبية، وجاء ذلك خلال استقبال حفتر لكامل في مدينة بنغازي وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحفتر. الجانبان أكدا كذلك على أهمية بذل كل الجهود للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أيضا، كما بحث دعم المساعي والجهود التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا لتهيئة الظروف المناسبة لتنظيم العملية الانتخابية بحسب البيان. في اليمن كشفت الأمم المتحدة أن 45 شخصاً لقوا مصرعهم في منطقة الحديدة جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة. نتابع.
يبدو أن هناك إلغاء حفلات في النمسا، ثلاث حفلات صحيح تم إلغاؤها للنجمة الأمريكية تايلور سويفت، كانت مقررة في فيينا هذا الأسبوع وفق ما أعلن المنظمون، ذلك عقب إعلان الشرطة أنها كشفت عن مخطط لهجوم إرهابي. كان من المتوقع حضور نحو 65 ألف شخص كل حفلة من الحفلات الثلاث التي كانت مقررة أيام الخميس والجمعة والسبت كذلك. نعم يا أسامة، وحتى السلطات النمساوية أعلنت في وقت سابق توقيف شخص يبلغ من العمر 19 عاما يؤيد تنظيم داعش للاشتباه بتخطيطه لهجوم في منطقة فيينا على صلة بحفلة النجمة الأمريكية. أيضا مستشار النمسا كان له موقف وقال إن الموقف المحيط بالهجوم الإرهابي المخطط له على حفلات النجمة الأمريكية تايلور سويفت في فيينا كان خطيرا للغاية، كما أضاف أن إلغاء الحفلات كان خيبة أمل لكل معجبيها في البلاد. المستشار النمساوي شكر أجهزة الأمن لتعرفها المبكر على التهديد الإرهابي ومكافحته ومنع وقوع المأساة. ولا تزال كذلك التحليلات دائرة حول ما وصف بالاثنين الأسود، وهو اليوم الذي سجلت فيه خسائر كبيرة في الأسواق المالية المختلفة. توقعت شركات مالية وبنوك استمرار التقلبات في سوق البورصة عالميا مع استمرار التأثير على تقييمات شركات الرقائق الإلكترونية، حيث قال بنك يو بي اس السويسري أن التقلبات قصيرة الأجل في سوق الأسهم لا تزال قائمة، وأن سوق الدولار الأمريكي لم يستقر بعد مقابل الين الياباني والذي كان أحد أسباب انهيارات الاثنين الماضي، فيما حذرت مؤسسة موديز من اتجاه السوق الأمريكي نحو الركود رغم كل التطمينات. في تركيا قرار حكومي يتعلق بالتسوق الإلكتروني أثار ردود فعل سلبية لدى المستهلكين المحليين، خاصة بأنه تزامن مع استمرار حظر منصة إنستغرام في البلاد. قرار تركي جديد أزعج المستهلكين المحليين من رواد التسوق الإلكتروني. زيادة الضريبة على التسوق الإلكتروني من أوروبا لتصل إلى 30% و60% عن السلع خارج الاتحاد الأوروبي. أيضا خفض القرار قيمة التسوق للشخص الواحد من 150 يورو إلى 30 يورو. القرار يستهدف بدرجة كبيرة التسوق من المتاجر الإلكترونية الصينية التي تقدم سلع رخيصة الثمن تناسب شرائح واسعة من المستهلكين. مبررات صناع القرار في تركيا واضحة، وهي تشجيع التسوق من المتاجر المحلية، لكن كثيرين يرون أن القرار يحد من خياراتهم سيما مع السلع الصينية المتناسبة مع الحالة الاقتصادية التي يعيشها طيف واسع من الأتراك. القرار جاء بعد أيام من حظر السلطات التركية إنستغرام، وهو من أكثر منصات التواصل الاجتماعي انتشارا في البلاد. حظر إنستغرام جاء على خلفية حذف المنصة الشهيرة رسائل تعزية نشرها أتراك عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. موسم حافل بالأحداث في أولمبياد باريس، فممثلو الادعاء العام في فرنسا كشفوا عن أن أحد أعضاء فريق الهوكي الأسترالي الأولمبي تم احتجازه في باريس بعد محاولته شراء الكوكايين. قال مكتب المدعي العام بباريس إن الشرطة أوقفت عملية إتجار بالمخدرات خارج مبنى بالدائرة التاسعة، تم تسليم المتهمين إلى دائرة مكافحة المخدرات. لا تزال المفاجآت تعصف بالأولمبياد في فرنسا، يعني كيف يمكن أن يقوم لاعب بشراء كوكايين وهو في ظل المنافسة؟ يعني بكل تأكيد، يعني لكن تظل هذه في إطار الحوادث التي تحدث بشكل أو بآخر في ظل حدث كبير بهذه الصورة. لكن أيضا في أخبار الأولمبياد، اللاعبة البلجيكية كلير ميشل نفت إصابتها ببكتيريا قولونية بسبب السباحة في نهر السين خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، ووضعت حد كذلك للشائعات حول جودة المياه في النهر. هي هذه المسألة التي أثارت الكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية. بكل تأكيد، وجاء ذلك بعد أيام من الإعلان عن
إصابتها بوعكة صحية وانسحاب فريق بلادها. رغم ذلك تنتشر تقارير تلوث نهر السن وتأثيرها على التدريبات بشكل يومي. تصر بلدية باريس ومعها اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية على أن مياه نهر السين صالحة للسباحة، رغم الأنباء المتضاربة حول ارتباط مرض اللاعب البلجيكي كلير ميشيل بتلوث النهر وانسحاب فريق بلادها عشية مسابقة التتابع المختلط. اللجنة طلبت من كل الاتحادات التابعة للدول المشاركة في الألعاب الأولمبية المساعدة في دحض الأخبار المفبركة عن تلوث مياه السين، وقد سارع السويسريون والكنديون والبلجيكيون إلى نفي هذه الأخبار والشائعات. وبعد إلغاء تدريبات الثلاثاء في مياه النهر الذي يعبر باريس، استقرت تحليلات المياه الأربعاء وستتم المسابقات بشكل طبيعي كما يؤكد المنظمون. حتى اللاعبة البلجيكية كلير ميشيل التي أصيبت بمرض بعد سباحتها في النهر والتي نسب إليها في البداية قولها إن وعكتها الصحية مرتبطة بتلوث مياه النهر، أوضحت على حسابها على إنستغرام أن سبب الوعكة ليس مرتبطاً بالبكتيريا الإشريكية القولونية. وكإجراء وقائي يتم أخذ عينات المياه لتحليلها من أكثر من موقع في نهر السين، حتى من تلك التي لم تقام فيها مسابقات السباحة من أجل مراقبة أي احتمال لتلوث نقاط السباقات. آخر تحليل يجرى في 5 صباحا من كل يوم، وتعرض النتائج على السباحين واللجان الأولمبية التابعة لكل بلد بحضور ممثلين عن بلدية باريس واللجنة المنظمة واللجنة الدولية للألعاب الأولمبية. قرار إقامة التدريبات والمسابقات يتم اتخاذه بالإجماع بعد موافقة الرياضيين ولجانهم الأولمبية على نتائج تحليلات المياه. بعد الحكم الذي وصف بغير المسبوق والذي حكم فيه قاضي أمريكي بأن شركة جوجل تصرفت بشكل غير قانوني لسحق منافسيها والحفاظ على احتكار البحث عبر الإنترنت والإعلانات المتصلة بها. حول تداعيات هذا القرار، يرى الخبراء أنه يمثل ضربة كبيرة لشركة ألفابت وهي الشركة الأم لجوجل، ويمكن أن يعيد تشكيل كيفية عمل شركات التكنولوجيا العملاقة. وقد وصفت هذه القضية بأنها تعد تهديداً وجودياً لجوجل ولمالكها نظراً لهيمنتها على أعمال البحث والإعلان عبر الإنترنت، ولا تعرف حتى الآن العواقب أو العقوبات التي ستواجهها جوجل وشركتها الأم ألفابت نتيجة للقرار، إذ ستحدد الغرامات أو الإجراءات الأخرى في جلسة استماع مقبلة. طبعاً الحكومة الأمريكية بناء على هذه الأمور طلبت بتغييرات في هيكل الشركة، يعني هذا الأمر نظرياً تفكيكها إلى شركات أصغر من أجل المنافسة. طبعاً يعني يتزامن ذلك مع إعلان شركة أوبن إي آي بأنها تطرح كذلك محرك للبحث، ربما يكتسب أهمية كبيرة بحكم شركة أوبن إي آي وتشات جي بي تي وما إلى ذلك، واعتماد أصلاً الناس واستقطاب الكثير من الناس والمستخدمين له. تأتي هذه الضربة كذلك لجوجل الآن في توقيت جداً سيء بالنسبة للشركة. لكن هو يعبر عن ما يبدو ما أزمة ما بين الحكومة والشركة الشركات الكبيرة، لأنه تفتيت بهذه الطريقة إذا تم تنفيذ القرار طبعا ومستبعد أن ينفذ، يعني ستفكك الشركة إلى أكثر من شركة صغيرة، يعني بدعوى احتكار يعني بدعوى منافسة الاحتكار، وبالتالي سنكون أمام شركات صغيرة لن تكون قادرة على المنافسة، يعني بشكل أو بآخر ربما يكون هناك سجال ذهاب إلى المحاكم طبعاً. وسيأخذ الأمر الكثير من الوقت. كما صحيح. قرأنا وكما تحدثنا. إذن الصين تستعد لإحداث ثورة في عالم الفضاء والإنترنت من خلال الألف شراع، هو مشروع جديد قد يغير قواعد اللعبة تماماً، يسعى لكسر الهيمنة الأمريكية وشركة ستارلينك على أقمار الإنترنت. في خطوة قد تغير قواعد اللعبة في عالم الفضاء الرقمي، أطلقت الصين أول دفعة من أقمار الإنترنت التي تهدف إلى تحدي هيمنة ستارلينك من سبيس إكس. وفي إنجاز قد يعيد تعريف حدود الإنترنت، كشفت الصين عن مشروعها الثوري الألف شراع، وهو كوكبة عملاقة تضم أكثر من 15,000 قمر صناعي، والتي ستغمر العالم بتغطية إنترنت فضائية غير محدودة.
وفي تصور مذهل للقوة التكنولوجية، صاروخ لونغ مارش 6A يبدأ رحلته من مركز الإطلاق في تايوان حاملاً معه 18 قمراً صناعياً إلى الفضاء، في خطوة اعتبرتها الأكاديمية الصينية للعلوم قفزة هائلة في التكنولوجيا الفضائية. هذه الأقمار الصناعية الجديدة لا تهدف فقط إلى تعزيز القدرات الفضائية الصينية، بل تسعى أيضاً للتفوق على المنافسين العالميين مثل ستارلينك من سبيس إكس ووان ويب من يوتلسات الأوروبية، لتصبح قوة رائدة في عالم الإنترنت الفضائي. ويؤكد إطلاق مجموعة أقمار صناعية للإنترنت على طموحات بكين التي تتجاوز حدود الأرض ومحاولتها إزاحة هيمنة الولايات المتحدة من المجال مع توسع معركة التكنولوجيا بين البلدين. علي الماجري، العربية. لأول مرة يقترب كويكب ضخم يحمل اسم أبوفيس من الأرض، حيث من المتوقع أن يقترب بمسافة 32 ألف كيلو متر فقط، وهي مسافة أقرب لنا من الأقمار الصناعية. ورغم أنه يتحرك بسرعة أكبر 10 مرات من سرعة الرصاصة، لكنه لن يقترب من الأرض قبل عام 2029. رغم ذلك لن يشكل تهديداً، ويمكن لملياري شخص من رؤيته بالعين المجردة وهو يسير عبر السماء من دون الحاجة لتلسكوب. يعني بنحتاج 2029، بنحتاج يحددون الموعد بالضبط، لأنها صراحة رح تكون يعني مشاهدة ممتعة. يا هنا من يعيش. خلينا نسأل ريم إذا بتحب تشوف مشهد لكويكب يقترب من الأرض. صباح الخير يا ريم. صباح الخير حنين وأسامة. يعني أنا السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، كيف حأقدر أشوفه بالعين المجردة وهو 10 مرات أسرع من الرصاصة؟ كيف؟ 2 مليار هيشوفه. ممكن نشوفه مثل الشهب. ما أعتقد إنه العين حتقدر تلقطه أصلاً من كثر السرعة المهولة. يعني أنت متخيل الرصاصة قديش سريعة، فما بالك 10 مرات. يبطئ شوي لك يا ريم، خليه يبطئ لنا، نعيش ونشوف. عموماً خلينا نشوف سؤالنا التفاعلي لليوم. طبعاً مع ظهور نتائج الثانوية العامة، إيش هي المجالات المستقبل برأيكم؟ إيش رأيكم حنين وأسامة؟ في ظل طبعاً وجود الذكاء الاصطناعي اليوم ودخوله في كل المجالات. حنين، يعني رأي حنين في الأول. لا تفضل. لا طبعا، أنا صراحة يعني لازلت أولد سكول. أيوة، أنا بعتبر أنه المجالات ما لازم تتغير، اللي مندرسها أدواتها لازم تتحسن. التجربة العملية كتير مهمة. مثلا كتير بقول لك ما تتجه نحو الصيدلة ولا الطيران، لأنه ومجالات أخرى، لأنه الذكاء الاصطناعي رح يحل محلها. أنا بشوف لا، أنه الإنسان لا يزال هو الأقدر على القيام بكل هذه المهمات وبكل هذه المجالات، بس لازم يطور أدواته اعتمادا على الذكاء الاصطناعي والأدوات الحديثة. ممتاز. إيش رأيك أسامة؟ يعني أنا ظني بمقياس المستقبل، ناس طبعاً في ناس كتير بتتجه إلى البرمجة والتعليم المرتبط بالذكاء الاصطناعي، لكن أنا أظن أنه 2 من أهم المجالات اللي يجب التركيز عليهم بشكل كبير، الزراعة والصناعة، كل ما يتعلق بالزراعة وكل ما يتعلق بالصناعة، لأنهم هيكونوا يعني هيسببوا مشاكل بالنسبة لدول كتير في المستقبل، خاصة في ظل شح الموارد اللي العالم بأسره مقبل عليه. مظبوط، اتفق معاكم. وانا اشوف كمان تبقى الاشياء اللي لها علاقه باللمسات الفنيه والانسانيه، برضو هذه ما يستطيع الذكاء الاصطناعي. ده تعليم ترفيهي يا ريم. ممكن الميك اب والشعر، اعتقد ان الذكاء الاصطناعي راح يفشل فيه. صحيح. ما راح ياخذ مكان الانسان. عموما التقيكم بعد موجز لاخر الاخبار. بعد موجز الاخبار باذن الله.